السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا المحترمين، هلا وحجية. لو حبيبي، السلام عليكم حبايبنا، ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية دائما يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين. حجية، شو راح نسوي اليوم؟ يلا راح اسوي كنافة بالقشطة. كنافة بالقشطة، عيني خليكم ويانا خلي نشوف الكنافة بالقشطة ويا الحجية. يا حبيبتي أمي، شنو المكونات مال الكنافة؟ هذا تشيز، عجينة كنافة. هاي عجينة الكنافة، هاي اللي باستراليا يعرفوها ايه. أكيد. إي زين، هاي يعني بها وزن معين، هذا لو هو هذا تشيز كامل 375 غرام. 175 غرام، زين. هاي بالنسبة للعجينة، وهاي هنا شنو؟ هنا كوب دهن حر، كوب سمن بلدي دهن حر، وهاي هنا كوب شكر ناعم، شكر ناعم مطحون. نعم، هاي هنا شيرة اي بقت من ورا الزلابية، من ورا الزلابية. زين، لان المكونات مال العجينة مو صحيح؟ اي زين، نجي هنا طبعا الحجية، هنا ايش سويتي هنا؟ هنا مسوية قشطة. قشطة جيمر هذا نفسه؟ اي اي، هذا من حليب البقر. اي حليب بقر عادي يعني، مو باودر. نعم، حليب مال الباكيتات، حليب باكيتات اللي هو اي اللي هو السائل، يعني الحليب السائل. اي كامل الدسم، كامل الدسم. نعم، اي هسه راح اطلع الجمر. زين، والحليب اللي يبقى اسويه قشطه. هاي شنو؟ هاي نشا، هذا نشا تخليه وياه. وهذا هنا الفستق، شنو هذا؟ فستق حلبي، هذا للزينه. للزينه، حلو عيني. يعني خلينا شنو اول شيء راح نبلش؟ طبعا اكو سئله على لما تقصين شو اسمه الجمر بالابره، قالوا لازم ابره ما يصير شيء ثاني. لا يصير، هاي مال الاسنان، هاي الأسنان. هاي الخشبه مال الاسنان تصير، او يعني هي تستعمل الشغل الناعم عمود لا يخرب المنظر، مو صحيح؟ أيه. يعني هي هاي يعني انا عم شي، هي الابره وهاي همين يعني. خلينا راح نشوف سوي بها الحجيه. تفضلي امي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لما تكون الشغله ثخينه يقوم شنو؟ يقوم يخرب المنظر يعني، لذلك هي تستعمل، تحب تستعمل الابره يعني. نشوف هسه شلون بالابرة. اي هسه انا عقمت ابرة. نعم، اذا هم هو السؤال اجى، ما نقدر نستعمل هاي مال الاسنان في الحجية؟ راح تستعملها قدامكم، هي ما تستعملها، هاي قدامكم استعملتها. فالابرة على مود انعم ما ما يتخربط الشكل مثل ما شفتوا. اي بالضبط، على مود يطلع وياها قطع كاملة. هسه نشيل الدائرة مال الحواف، ما يصير نشيلها اول الا ما نقصقصها. نعم، عمص القطع يعني عمود لا يخرب. اي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شفت كيف سويتها بالعوده مالت ال اي هي المفروض ما تسوي بالعوده، بس هي لانه كم متابع يعني قالوا انه بالعوده هاي ما يصير مثلا غير الابره، ما اعرف ليش شبيه الابره يعني، عاديه ترى الابره تتعقم وكل شيء تمام يعني. بشوف شلون طلعت هسه قطع صغار. ذيك المره تذكرون شلون هيك ملفوفه طلعت كلها كامله على مود بالابره؟ نعم، والله شكلها حلو. جيمر يبقى جيمر. هذا للاكل، هذا جوا. هذا للاكل. اي إيه هم حلو، ولا خلص بعدها عمل دام الاكل. لا والله طلع صدق شكله حلو. انا على بالي راح اسوي بيه هذا شو اسمه الكنافه يعني. لا لا، مو هاي نص الكميه بقت قشطه بطن الحليب. اي يعني انا هسه لو افور اسويه مره ثانيه اطلع قد. نفس الشيء. اي هسه شوف. اي هاي كلها نزل. زين. نعم. هسه تستعمليه للكنافه. هسه هسه هذا يما الحليب الباقي اللي قلت عليه، هسه هذا راح اسويه هسه قشطه، هذا تسويه للكنافه. ايه. اوكي، يعني هسه طلعنا من الجيمر مال الاكل. ايه. وهذا نفسه هسه البقى هنا، هسه راح اسويه قشطه للكنافه. اي مو قالوا لي الحليب اللي يبقى ورا الجيمر شو تسوون به؟ اي هسه راح اشوفهم شلون شو نسوي به. ها يعني هسه هذا الحليب الجيمر لما يطلعوا يبقى وياهم هذا الحليب، هسه راح اسوي به فتشي للكنافه. ايه. اللي هي قشطه الحلويات. ايه. بالضبط. انا ترى اسال هذا السؤال على شنو، احب استفسر يعني، عرفتوا؟ لان بالبدايه الحجيه قالت راح اسوي بيها قشطه، فعبالي يعني قشطه لشيء ثاني، طلع هو راح اسوي بيها قشطه للكنافه. خليه على النار. بس على النار، اذا شنو حجيه على نار عاليه؟ اي
زين ظل نحرك بهيش لحد شو وقت يعني؟ لحد ما تفور. لحد ما تفور. ايه. زين، حجي سؤال، القمر هذا ايش قد بقى بال يعني سويتيه بالثلاجة برا خليتيه، ايش قد بقى؟ بقى بال أول مرة فورته لحد ما برد. ايه. الأخير. زين. خليته بالثلاجة ثلاث أيام واليوم الرابع. اليوم الرابع. ايه. ايه فاحنا سوينا الطرق كلها مال حليب الجاموس، مال حليب البقر السائل، ومال حليب شنو الباودر، مو صحيح؟ كامل الدسم. يعني طرق سريعه وطرق بطيئه يعني شلون تقولوا، وسوينا الاشكال يعني الاشكال كلها على القناه موجوده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فظلنا نحرك بها يعني هيك لحد ما تغلي. وهسه حبايبنا هاي صار لها 10 دقائق من التحريك المتواصل. شلون حجيه صارت؟ شلون صارت؟ ايس كريم حتى تصير ثخينه لما نخليها ببطن الكنافه. اي بالضبط، ما تصير سائله يعني كلش. ايه. لازم تصير ثخينه. هسه راح نطفي الطباخ. زين خليها على صحه. حلو. هسه نجي نسوي عجينة الكنافة وصوصها. هسه الحشوة مالتنا صارت جاهزة. ايه. مو اي بالضبط. انا شنو خطوة بخطوة ويا الحجية. بسم يخلوها بست البيت. اي. تصير ممرودة كلش يعني. نعم. تبين انها كنافة. فترة تسويها مثل الخيوط هالشكل يعني. ايه. تظل مبينة على مود. هيجي يبين انه هاي كنافة يعني شكلها حلو يصير. صح. ساعد الحجية بالش اسمه بالنعمل هاي عجينة الكنافة. يعني أي شيء شتى سوي وأنا صغير قاعد أسوي وأنا كبير. هم شاهد إيش تخلي على الكاونتر ترى بعد وساعد. شوف تمر السنين بس الذكريات شنو تبقى. الله يخليك حجية، يعطيك العافية. هاي عاشت ايدك. يلا صار شنو شغل لوز؟ خليني اجيب الكاميرا ونشوف شلون صار ناعم. كان شفتوه ثلاث طوبات. شوف شلون صار. شلون تنعيم؟ صار هسه شغل عدل رهيب مو؟ ايه. شنو يصير يا حجي هسه؟ بس هاي الصينية لازم يكون عليها دهن اي جامد حتى ما تلزق. يعني هالدهن عادل ودهن حر؟ دهن عادي؟ لا دهن حر. دهن حر؟ اي اي حلو. يعني دهن حر اليوم شنو من كل اتجاهات عيني اليوم يعني انا راح اكل دهن حر. زين ان شاء الله. ان شاء الله. وهذا هسه هنا عندنا ما يكون دهن حر هنا. بس اول شيء نخلي الشكر. الشكر المطحون نعم. اي لازم نخلي الشكر قبل الدهن. قبل الدهن؟ اي اي لا اذا خلينا الدهن ما نسيطر على الشكر. ها اي صرت يعني يتكتل هنا. إيه. وهنا. ايه. بس اذا هنا يتوزع إيه. زين. ايه. الدهن بعد ماكو مشكله وراه. خوش معلومه. حلو لما الواحد يشتغل بالخطوات الصحيحه. ايه. ما يخرب الشغل. هسه كله الشكر توزع. توزع وياه. زين. بس راح اخلي الدهن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هسه لازم يعني شنو واحد ينتبه انه الدهن الحر يصير بكل مكان مو صحيح؟ اي اي بالضبط يعني مو شنو يشرب يعني. اي اي ما يضل مكان ما بيه يعني. اقول لك كف لي اياها شوية. اي كف لي اياها. شوف الجو بارد. اي. لا يجمد. لما نقول الجو بارد جو تمطر يقول ليش شلون عندكم مطر ليش انتم وين ساكنين؟ فهي استراليا هسه شويه شتاء بس هي تقريبا النهايه اعتقد هذا اخر شهر راح يبلش الصيف. احنا بالعكس انتم هسه حيبلش الشتاء عندكم بعد فتره. ايه. احنا يبلش عندنا الصيف. بالعكس. بدايه الربيع. احنا اي برد الربيع هسه. الجو الصبح والظهر يعني زين مو كلش بارد بس بالليل يعني قاعد يصير بارد. بس هسه شويه شويه يقوم يخف. اعتيادي وهناك جو مثل جو العراق يعني بارد ممطر شتاء ها ايه. حار مشمس صيفا ايه. نار مشمس صيفا هم هنا كلش حار هم توصل درجه الحراره يعني 40 و50 عادي هاي بس كل هذا يشرب اي الدهن الحر
والله هذا الحر احس به سر خطير، من طريقة عمله لطريقة استعماله والمذاقة يعني كله يعني فد شيء رهيب. الحمد لله الحمد لله. سهيشي كله شنو شرب مضبوط. ايه بسرعة خلي اول طبقة. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بس نخلي حافة هنا. ايه اجيب ورق زبده واجيب صينيه ثانيه. اي وخليه نضغطه اكبس لي اياها. حاضر تؤمر يا ابو. حاضر هذا ورق الزبده هاي هنا هسه شنو اريد اكبسها مو؟ ايه؟ خليها عوف هسه اسوي شنو نكبسها هسه على طلب الحجيه. تقدر؟ يعني شنو؟ خليني اشوف. شلون؟ خوش. تمام؟ تمر؟ ما ياكل ولا ما شنو ياكل لرب يقول ممكن تحط لنا شويه مي بس شنو؟ نكمل بعد شويه؟ هاي هي. زين. هسه راح اخلي القشطه. اي. بس هاي هي. هاي هي شي؟ اعطيني اياها. بس نخليها بالصينية لما تبرد على الاخر بعدين نخليها القسم الثاني. يعني هالشكل هاي تخليها لحد ما تبرد مو حارة يعني. ايه. زين انا بشوف الدخان بعدين يطلع من عندها. بس عيني مرت هاي ربع ساعة مو هما؟ ايه. هسه ربع ساعة بردت. جمدت. زين. حتى اقدر اسيطر عليها. ايه. يعني واحد يدوسها وهو مرتاح. اي بدل ما تكون رخوة. ما شاء الله تشيس بركة. اي هواية قاعد اشوف. أقل من نص كيلو. إيه. إيه. ما شاء الله تخينة حلوة صارت. إيه. هسه اسم هذا الفرن شغال؟ إيه. صار له قد؟ صار ربع ساعة. صار ربع ساعة، حلو يعني هسه حمى مضبوط. إيه. زين. هسه شنو يمه؟ هسه راح نخليها بالفرن. بالفرن، بسم الله الرحمن الرحيم. على 180 درجة. على 180 درجة الحرارة. ايه. وش قد اخليها ان شاء الله يمه هاي؟ نخليها ربع ساعة. ربع ساعة؟ ايه. عيني ربع ساعة ان شاء الله ونرجع لكم وترجعي لنا عيني بالسلامة لأن شنو عيني مشتهين الحلويات وخاصة الكنافة الرهيبة من ايد الحجية. سلام. وربع ساعة الله يخليك حجية، ربع ساعة ونرجع لكم حبايب. بسم الله. ورجعنا لكم حبايبنا هسه هاي ربع ساعة مرت خلينا نشوف. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عشان حجي الصينية؟ ايه خليتها حتى توزع النار. هاي توزع النار والنار بس من جوا؟ ايه بس النار بس من جوا ماكو من فوق يعني بس جوا.
بسم الله ما شاء الله. واحلى كنافة. طفي له الفرن. شلون اطفي هذا؟ من هنا؟ اي هذا الاوفن. اوكي. يعني هنا الترتيب. طبعا نخلي الشيره. اي طبعا احنا سوينا قبل الكنافة ذيك الملونه ام الجبن مو؟ إيه. هاي ام القشطه هالمره مو ام الجبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الواحد يخلي شيره حسب ما هو يحب. اي شوف الصوت. هاي الشيرة كوب ونص. كوب ونص شيرة. اي. ساعة امتصته. على السريع. اي. بس نخلي مكسرات. حلو. اشتي ذيك امي. ايده. يا شلون شكل؟ رهيب. شنو خلينا نتذوق بس خلينا شنو نقص من عدها هسه ولا ما تبرد؟ نقدر نقص هسه؟ عادي. عادي يلا خلينا نقص من عدها. بسم الله. زين خلينا يعني شنو نقص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع الصوت والحركات. خوش كبسة يا كبسة. زين. جيب يعني. انتي سويها. يا بهاي شنو كنافة بالقشطة. شلون ترتيب؟ سخن رهيب. بسم الله الله شكل شنو عدل مرتب ومن الاخير. وهذا عيني الداخل مالتها شوف شلون بس هي بعدها تلمع. يا خلينا نتذوق هسه. طبعا الحجيه قالت لي خلينا نقلبها يوم ما اخاف احد يسال من المتابعين شو ما قلبتوها شوفتونا يعني القفه مالتها الظهر. فهذا الظهر هالشكل. تريد تصير ظهر او وجه ها؟ هو صدق شكله حلو. يعني شوف هسه هذا الوجه هالشكل وهذا الظهر. إيه؟ وبكيفكم شنو الاحلى واحد يخليه. إيه؟ يقلبها يمكن يصير كلها نفس هاي الطريقه او تظل نفس هاي الطريقه. كله يصير عليه فهذا الظهر مالته يعني لا ملشوع ولا محروق ولا كل شيء. يعني الحمد لله. الحمد لله وشكر. بس حبايبنا شنو التذوق؟ نشوف يا يابا شنو هاي قشطه شغل لوز. بسم الله شلون تنقص يعني كلها دايبه قشطه رهيبه. بسم الله بعد حرام. والله تخبل ذهبت قبل. والله رهيب. ما طبعا ما خلت الا اي نكهه. هي نكهه الدهن الحر ونكهه القشطه اللي ببطن الحليب. لا يعني شوفوا لو تنتبهون انا خلي اقربها عليكم حشيل هاي الطبقه مال شو اسمه شوفوها مال هاي شوف شلون شالت بعض شلون هاي كلها مايعه القشطه. والله شيء عدل يعني. شوفوا كنافه بالقشطه والقشطه لما الواحد ياكلها يتذكر زنود الست. ايه بالضبط صح ولا مو صح؟ والله يعني القشطه واحد اي شيء الشكل لما تاكلها زنود الست بالضبط طعمه. هي يعني تستعمل بزنود الست مو؟ ايه هي نفس القشطه وسويناها على القناه. هم سويناها قبل بس اليوم شفنا شلون سوت الحجيه القشطه قبل لما كنت اصور كانت هي مجهزتها. اليوم انا شفتها اصلا وياكم يعني شلون تصير القشطه عرفتوا شلون؟ والله عشان راح اضربها بعد ما خلصت تصوير عمود بيصير شنو الفيديو طويل.
الله يعطيك الصحة والعافية. العافية. والله دومش بخجلتي يا أمي. نطلب منها طلب منا أنا قبل أسوي ما بيها مجال. يعطيك العافية. الله يعافيك، رحم الله والديك وما قصرتي. حبيبي ان شاء الله يجربونها وتنجح وياهم وياكلونها بالف عافيه. ان شاء الله مثل ما قلت لكم ام حجيه، ان شاء الله تجربوها وتنجح وياكم تاكلوها بالف عافيه، ونشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد مع تحياتنا قائد الفريق امي الحجيه وانا ابنها محمود من استراليا، وفي امان الله. السلام عليكم. مع السلامه.